لو الحكاية فيها إن فيتو بس حد الشعب ها هو اللي يقول أو عمل تغيير محدود إذا لازم أو تعيين حكومة ائتلافية وطنية من ذوي الكفاءة والخبرات. على سبيل المثال أنا بقول لك مين؟ دكتورة تهاني المستشارة تهاني الجبالي، دكتور سمير رضوان وزير الاقتصاد، دكتور صلاح جودة. أنا قلت الدكتور صلاح جودة أنت هتتخطف لو أنا بقيت رئيسة، هتيجي في مجلس الشعب ده كل أفكارك هنحلها، كل أفكارك هنحققها. أنا شايفة حضرتك استعنتي بكذا اسم دكتور هاني النقراشي وكذا اسم في البرنامج بتاعك. دكتور هاني النقراشي ده حضرتك ده في المشروع دكتور هاني مش في الوزارة. لا أنا واخدة بالي حضرتك استعنتي بأسماء في كل المشاريع اللي تقدمتي بيها من بتاعك. اتصدقي حضرتك يا أستاذة كل ما أتكلم في حاجة ألاقي تاني يوم فضائيات بيتكلموا في أو جايبين الناس اللي أنا كاتباهم اللي أنا جايباهم في البرنامج بتاعي. مرة اتكلمت عن دكتور حسن القيعي تاني يوم في سي بي سي إكسترا، تاني يوم لميس الحديدي جابته في سي بي سي وقعدت تتكلم معاه عشان هو هيعمل المخلفات، هيعمل كهرباء من المخلفات. المخلفات تمام كانت واقفه على جره قلم عشان في فساد. انا زي ما قلت قبل كده حتى المعوقات بتاعتنا ان الفساد والارهاب ايد واحده. انت قضيتي على الفساد هتعرفي تنتهي، قضيتي على الارهاب هتعرفي تشتغلي على النظافه. غير كده لو قضيتي على الفساد والارهاب خلاص انتهى، ولا هتعرفي تبني اي بلد ولا اي رئيس هينفع. حكومة محلة الفترة الحالية ودي أنا قلتلك مشتتين، مفيش مشتتين، ما ينفعش تبقي مشتتة. لو الرئيس مشتت مش هيعمل حاجة. أنت اعمل ملف ملف. أنا ابتديتي أخلص ملف الأمن، كل الدولة تخش تقولها على ملف الأمن تخلص والفساد. ما هو الأمن في فساد برش وجزئياته كبيرة، فساد والإنفلات اللي في الشارع وكل ده والتحرك ده ملف أمن كامل بما فيه يتضمن الفساد. خلصي ده الساحه هتبقى بايظه مش عارف ايه حاجه بايظه. انت حاطاه في البرنامج ممكن تخلصي ملف الامن ده في فتره قد ايه؟ انا بقول انا اديته انا ما كملتش لان كان في جدول زمني المفروض ان انا الحقه بالبرنامج. الجدول الزمني ده ما ينفعش على صفحه واحده لانه بتعمليه بالسنه فهيبقى ورقات فول سكاب. في وجهه نظر حضرتك ملف الامن في مصر يستاهل ياخد قد ايه وقت عشان مصر؟ ست شهور مش اقل من ست شهور. اضحك عليك واقول اقل، ما اقدرش اقول اقل لان انت بتحاربي ارهاب وفساد. بس مصر تقريبا بقى لها 10 شهور اهو. ما هو ده غلط، ما ده غلط. انا ما قلتش انه صح. ما اقعدش انا حارب فساد وارهاب بس 10 شهور وما حاربتش الفساد. لا 10 شهور دي ده دوله بتتبني يعني تقريبا سنه. ازاي انا حارب ارهاب ليه بقى؟ لان طابور الخامس طابور السادس وسابع وعاشر وامريكا ضغطه وعمليه ضبابيه. لا انا هركز في جوه وهعمل اللي انا عايزاه. نعمل اللي انا عايزاه، اخلص الامن واخلص الفساد. تطير رقاب ما تطيرش رقاب انا ما يهمنيش. انا يهمني ننظف البلد.